هنا أفورات في المجال. أفورات المجال، إيش معنى المجال؟ هنا إنه توسع نشاطاتها الشركة، توسع نشاطاتها في أكثر من بلد بأكثر من منتج. أنت عندما يكون عندك تكنولوجيا تنتج منتج واحد، بإمكان أن تنتج منتج آخر مشابه باستخدام نفس التكنولوجيا واستخدام قنوات التوزيع واستخدام المهارات نفسها. مثلاً اعطينا القلم هذا، هذا القلم أنا ممكن أنتج نفس القلم هذا اللي مع وليد، ممكن نفس القلم الآخر خطوط متعددة بنفس التكنولوجيا على فكرة، تستخدم نفس التكنولوجيا ونفس المهارة ونفس قنوات التوزيع. هذا يسمى منتج مرتبط، مرتبط بهذا المنتج، مش مختلف تماما. المختلف إنه يكون خط إنتاج الملابس مختلفة، خط إنتاج ملابس، خط إنتاج مواد غذائية، خط إنتاج مثلا مواد كهربائية مختلفة. لكن هذا خط إنتاجي في يعني مرتبطة، ممكن أنت تنتج إيش؟ منتجات مرتبطة. مثلا الآلة التصوير، أنت عندك خط إنتاجي تكنولوجيا لتصنيع آلة التصوير، ممكن تصنع أنت جنبها الفاكس، ممكن تصنع يعني مقاربة للصناعة، يعني أشياء إيش تكون التكنولوجيا مقاربة لها. واضح؟ متشابهة ونمطية دكتور؟ نعم. لا مش متشابهة، مرتبطة بنفسها. لما بعتقد تكون مرتبطة، إيش معنى مرتبطة؟ فيها مجموعة من الحاجات، يعني التكنولوجيا المستخدمة بهذه الصناعة نفس التكنولوجيا، خط إنتاج واحد. لا شوف إيش اللي يعملوه، عبارة عن قوالب تصميمية. يعني التكنولوجيا تستطيع أن تغير القالب، تغير الشكل، في مرونة فليكسيبل، مش مختلفة اختلاف جذري شامل. هذا طابعة فاكس مثلا. نعم، يعني مثلا هذا له قالب معين للتصميم، فتغيره أنت بالشكل هذا طبيعي، ما في مشكلة. يعني فيها مرونة، لكن بتكون مختلف اختلاف كلي هنا. فهذه الميزات الأساسية، شوف، مش موجودة بالشركة المحلية هذه، هذه موجودة فقط بالشركات التي تعمل على المستوى الأجنبي. الاستفادة من الكفاءة، كفاءة الموقع، الكفاءات العالمية قلنا اللي هي العنوان الرئيسي، تستفيد الشركة من خلال كفاءة الموقع بأن يعني توجد منشآتها في أي مكان في العالم، اللي يوفر لها كلف منخفضة في التسويق، في التوزيع، في أي بانيش الأيدي العاملة. لوكيشن أوف سكيل، وفورات الحجم، إنه تحلى تنتج كميات كبيرة على المدى البعيد، بيؤدي إلى تخفيض إيش؟ الكلف، توزع إلى أكثر مكان. إيكونوميك أوف سكيل أيضا المجال، إنه ممكن توزع بأكثر من مكان، بأكثر من منتج، وبأكثر من منتج. هذا ما يخص الكفاءة العالمية. رقم 2، مالتي ناشونال فليكسبيليتي، المرونة الدولية. إيش المرونة الدولية؟ مثل ما درسنا يا شباب احنا في السابق، البيئات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتكنولوجيه والسياسيه والقانونيه، تلاحظ انه دائما في حاله ايش؟ تغير، تشينج. البيئه الان، البيئه في العصر الحالي يا شباب، بيئه معقده، بيئه مضطربه، بيئه ديناميكيه، تختلف عما كان عليه في السابق انه بيئه بسيطه. طبعا عندما نقول بيئه متقلبة، يعني في الدول هذه المرونة، في قوانين تظهر، حكومة تنتخب جديدة، في منافسين، دخول منافسين، تسهيلات جمركية، أشياء عديدة. فبالتالي الناس اللي عندهم فلوس إمكانيات يراقب هذه البيئة، يدرسها بشكل عناية، فبالتالي يستفيد أين تكون فيه إيش؟ مرونة أو تغيير لصالحه مثلا، أو أي دولة شجعت الاستثمار، أو أي شاف فرص مثلا في مجال الاستثمار على طول يستثمر بهذا الجانب. فهذا يشكل تحدي ايضا، يرد لك ان تراقب البيئه العالميه بشكل مستمر، خاصه للشركات التي يعني لها نشاطات على المستوى الدولي. تخيل انت على المستوى المحلي، انت دائما تعمل انفيرمنتال سكانينج، بمراقبه دائمه للمتغيرات البيئيه على المستوى المحلي، فذلك الشركات الدوليه أنت لازم تراقب البيئة هذه بشكل مستمر. إذن هنا يحتاج منك جهد إضافي
فالإدارة الأعمال الدولية على فكرة لسه حتى الآن تقدر تقول لسه ما أخذتش نصيبها، لا يمكن يعني لا مؤلفات ولا علماء ولا شيء يعني هذا يعني. رغم إنه علم مرتبط بعلم الإدارة وعلم شيق على فكرة إدارة الأعمال الدولية. يجمع ما بين إيش؟ ما بين النوعين. نعم. متجدد. ويجمع ما بين النوعين، لأنه أنت عندما تفهم الاستراتيجية الدولية لازم أنت أيضا تكون إيش الاستراتيجية المحلية تكون قد عندك إيش خلفية فيها. واضح. هذه الميزات التنافسية للأعمال الدولية مهمة جدا. هذه هي الفروقات الآن اللي نلمسها. بينما كنا متشابهين، الاستراتيجية المحلية مع الاستراتيجية الدولية في تحديد يعني الأهداف طويلة الأجل وشيء السياسات والإجراءات اللازمة وشيء المنتجات اللي ممكن تقدمها، أن ممكن تبيعها، كيف ممكن تصنعها، هذه كلها متشابهة فيها. لكن الميزات التنافسية إنه الشركات الدولية تستفيد يا شباب من خلال الكفاءات العالمية اللي هو شوف هنا الشركات التي لها أنشطة وأعمال تجارية في البلدان يمكن أن تحسن كفاءتها من خلال الموقع، كفاءة الموقع، وفورة الحجم، ووفورة النطاق أو المجال نفسه. هنا كفاءة الموقع، تحقق تلك الشركات كفاءة في الموقع من خلال تحديد مكان منشآتها في أي مكان في العالم، والذي يحقق لها كلفة منخفضة في تكاليف الإنتاج أو التوزيع وتحسين جودة الخدمات. يعني الآن مثلا المجموعة عندما بدأوا يستثمروا أو ينقلوا بعض المؤسسات، فين راحوا يستثمروا؟ جنوب أفريقيا، نعم، كينيا، تنزانيا، كوالالمبور، هذه ليش؟ يوفروا على الأشياء كلف منخفضة، أيدي عاملة، والإنتاج والتوزيع رخيص بيه. مش معقول أن تبدأ تبني لي مصنع مثلا في الكويت ولا بتجي مثلا في الإمارة. في الإمارة سياحي في اقصد اوكي يعني انا يعني ايش احنا عندما نقول دائما يا شباب البزنس يحتاج الى عقل، لازم تدرس البيئه من كل النواحي. ممكن توفر لك البيئه هذه كلها منخفضه، تكاليف الانتاج اقل، توزيع، لكن تكون بيئه مضطربه، بيئه متقلبه. يعني الاماره صح كلها مرتفعه لكن فيها نسبه الامان والبيئه مستقره. احنا حصلت واحد اشتغل مع ذكاءات وتعرف ساكن في بورد خليجية في الإمارات، وهناك طبعا المجال ناحي اللي هو عندنا فرص اليوم يحس. طيب عندهم فروع هناك تقول إلى شركة الآن الدكتور على الشركات يعملوا لهم مراكز ظهور في دبي، لأنهم يعتبروا مركز تجارة عالمي. ممكن يفعلوا فروع، لكن مش ممكن يعملوا مثلا مصنع. شوف هنا إحنا عندما نقول نحن نصدر سلطة في الطائرة اللي راجع من الإمارات تصنعها وهو بنفس الطائرة هندي. هذا هندي بعدين كان بردولة من نزلنا في السعيدة نفسي فكان في دي بعدين تبعنا من السعيدة أقصائية فتفاجأ أنا لما شفته ده بعدين بس أتكلم معهم فكلمنا يشتغل هناك معنا مع بيت هاي قد يكون لكم صح بيت هاي مثلا معهم شقق برد خليفة نفسي يبيعوا أصلا. لا معهم مراكز هناك استثمارية. شوف المراكز يبيعوا بستة شهور. شو هذا من حيث يعني لا تبحث 60,000 دولار يوم تمشي. شوف هنا على فكرة هو ممكن يعملوا شركة هنا يعني، لكن مثلا من المصنع ممكن كلف عالية بيعوا. شو أقول لك؟ لأنه المصنع أنت ما تحتاجش تحتاج المصنع أنت أيجي عاد مليان ما تحتاجش لأي تحتاج لمكان فقط وسائل النقل بتنقله إلى أي مكان كده. لأن السلع تختلف عن الخدمات. السلع ممكن سهل نقلها إلى أي مكان، ممكن تنقل تلاقيه إلى 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 كل واحد. لكن الخدمة لا، أنت اللي تروح إليها. صعب. حتى في عملية التسويق يختلف تسويق الخدمة عن تسويق السلع. الخدمة يحتاج لها تسويق من نوع خاص. كيف تبني الصورة الذهنية اللي هي للزبون يعني كيف يستخدم فيها العلاقات العامة بشكل أساسي، السمعة الجيدة، الولاء لهذه المؤسسات الخدمية. لكن السلعة ممكن تخزنها سنين، لكن الخدمة لا، لازم تكون يعني إيش شو كيف خسارة لا يمكن تخزينها،
لازم تقدم بنفس النمط، لازم تشترط الزبون، وهكذا يحتاج لا يعني الخدمة مواصفات خاصة هي خاصة واهتمام خاص، حتى إنه الخبراء زي ما قلنا لكم إنه يتوقعون أن المستقبل هو إيش لقطاع الخدمة. وفورة الحجم هنا عندما نقول فورة الحجم فعلا أنت ممكن تبني مصنع في أي بلد. المصنع هذا طبعا أرض رخيصة، أيدي عاملة رخيصة، وبالتالي نعم مخازن متوفرة، وبالتالي تستطيع أن تنتج بكميات كبيرة وتوزع إلى مختلف دول إيش العالم. هذا يوفر لك إيش فورة الحجم. شوف هنا تؤدي الزيادة المطردة في الإنتاج إلى انخفاض متوسط وحدة التكاليف على المدى الطويل. صحيح، يعني كل ما أنتجت كمية كبيرة هو نفس الإنتاج، التكلفة تقل. وفورة المجال أيضا اللي هو النطاق أيضا يمثل انخفاض متوسط التكلفة كلما زاد تنوع الإنتاج. الفرق بين وفورة المجال وفورة الحجم، هناك منتج واحد، هنا بيكون إيش أكثر من منتج. تركزوا عليها مهمة. المرونة الدولية مثل ما قلنا إنه البيئات دائما بشكل إيش البيئات متقلبة، البيئات الدولية سياسية الاقتصادية ثقافية تكنولوجية دائما في حالة إيش تغير، في حالة إيش تغير مستمر. قوانين جديدة تظهر، حكومة تنتخب، منافسين يدخلوا إلى السوق، تغير في السياسة الاقتصادية، في القوانين، يعني في التشريعات، في الرسوم الجمركية إلى الآخر. هذه كلها دائما في حالة إيش تغير، وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير أمام الشركات الدولية، إنه لازم تعرف أنت عندك نشاطات على المستوى الدولي، مش معقول بيضاء يعني نايم في البيت خلاص وانتهى أو يشتغل. لازم يكون عنده خبراء لدراسة البيئة، دراسة السوق اللي هي يعملون بالمنتال سكاننج اللي هي الفرص المتاحة والمخاطر. دائما الدراسة إيش بتقييم مستمر، مش إلا فقط خلاص إحنا ندرسها الفرص المتاحة والمخاطر وخلاص اسمه وقفنا. إحنا مش كل التحسين المستمر في الجودة إنه ما نتوقفش عند حالة معينة، وإنما بشكل إيش استمراري. نعم، هي هذه شبه الأخطاء اللي يقع فيها أغلب الشركات. يعملوا دراسة ناجحة أحياناً تقييم مثلاً حدد الفرص المتاحة والمخاطر، لكن إيش يتهاوى. أيوة، ما عاد يواصل عملية الدراسة. المعرفة العالمية أيضا اللي هي learning multi national or worldwide learning. المعرفة العالمية طبعا معروف أيضا إنه الشركات هذه تدير يعني أو تعمل في بيئات مختلفة، كل بيئة لها ثقافة مختلفة. ممكن هذه التنوع يوفر للشركة يسمى التعليم التنظيمي، إنه تتعلم. واضح يعني كيف معنى ممكن تتعلم؟ ممكن تحقق نجاح في أي دولة، تنقل التجربة هذه للدولة، ممتاز. تفشل مثلا في دول أخرى، تنقل التجربة هذه إلى إيش. هذه ميزة أيضا تتميز فيها الشركات الدولية، الشركات التي لها نشاطها وأعمالها على المستوى العالمي. أيوة، أو في الدول الأجنبية دائما تستعملوا هكذا المصطلحات هذه. هذه مهمة جدا، أنا سنركز عليها لأنه أحيانا البعض يستخدم شركة متعددة الجنسية، والبعض يستخدم شركة دولية، والبعض يستخدم، وبالتالي خطأ. طالما نحن نفرق بين الشركات، إذن تسمية عامة تقل بها إنه الشركات التي لها نشاطها وعمل تجاري على المستوى الدولي. حتى في المستقبل أنت برضو لو يعني إذا ناقش أو بأي موضوع يعني لازم تكون ملم بهذه الأشياء. الاستراتيجية البديلة. طيب الآن إحنا قلنا في ميزات تنافسية يمكن للشركات التي لها نشاطات وأعمال على المستوى الخارجي إنه إيش تستثمر فيها. الآن ما هي البدائل بالنسبة لها للشركات هذه؟ إيش البديل؟ البديل بيكون يا شباب ركزوا معي، البديل بيكون على نفس الأربعة الأنماط. إما أن تطبق الاستراتيجية المحلية اللي هي هوم ريبليكيشن ويكون اسمها شركة دولية، أو وتطبق مالتي ناشنال أو مالتي دومستيك بتشوف نفسها إنه إيش
شركه متعدده الاختصاصات او انه جلوبال او ترانسنيشن بحسب امكانياتها. الان البدائل الاستراتيجيه، البديل الاول انه يسمى استراتيجيه الشركه الام هوم ريبليكيشن. ايش معنى استراتيجيه الشركه الام؟ بعض الشركات تحقق ايش؟ حققت ميزات تنافسيه مثلا في البلد، كفاءه ايدي العاملات، تكنولوجيا تقنيه، وصلت الى حاله الماتشورك، تشتي تتوسع في السوق الخارجيه. اذا تطبق كل ما هو في، يعني تحاول نسخ ما هو موجود في البلد الام تطبقه بالاسواق ايش؟ الخارجيه. في هذه الحاله بيطلق عليها ايش؟ شركه ايش؟ دوليه. شركة دولية، طالما انه تطبق نفس استراتيجية الشركة مركزية معناها هي الشركة ايش؟ دولية. طبعا هي بتطبق حاجة بسيطة، انه الكفاءة اللي حققتها في البلد الام، حققت كفاءة في البلد الام وتحاول تطبقها في الدول الاخرى، هذه ممكن تكون يطلق عليها شركة ايش؟ دولية. لكن اذا نظرت لنفسها ايش؟ انه شركة إنه لها يعني شركة متعددة التخصصات وعطت الاستقلالية، عندها إمكانيات مالية، عملت شركات بدول مختلفة وعطتها استقلالية كاملة، أعطتها استقلالية كاملة في عملية الإنتاج والتسويق والتمويل وإدارة الأفراد باستثناء القرارات المصيرية، يعني مراعاة البيئة المحلية. في هذه الحالة يطلق عليها إيش؟ يعني لا مالتي ناشونال كامل. البدائل الاستراتيجية يا شباب بحسب إمكانياتها، ركزوا معي، إما أن تدخل يعني بشكل خفيف بيكون اسمها شركة دولية، أو بتدخل يعني بشكل متوسط مع استقلالية لفروعها ودراسة البيئة المحلية بيكون اسمها يعني شركة متعددة الاختصاصات أو متعددة الجنسية، أو عندها سيولة كبيرة جدا بتدخل العالم ككل 15 إلى 20 دولة جلوبال. نعم، عندها هذا المنتج معايير ومقاييس عالمية، أو بتتبع الاستراتيجية الرابعة اللي هي ترانس نيشن. على فكرة ترانس نيشن هذه تأخذ الفوائد كلها، شوف حق كل الشركات، بمعنى إنه تراعي البعد العالمي من حيث الجودة والكفاءة العالمية وتراعي الاستجابة المحلية. كل دولة تعطي لها ايش؟ معيار معين. فهمت كيف؟ بعد عالمي وايضا استجابة محلية. بعض الدول حتى لو في منتج عالمي اذا مش موجودة اللمسات المحلية ما ممكن ما يحققش نجاح. الشركة الكونية هذه تراعي البعد العالمي أو الكفاءة العالمية والبعد المحلي. فالبدائل الاستراتيجية اللي ممكن تتبعها هذه الشركات اللي تعمل على المستوى الخارجي ممكن أربعة، ممكن يعني شركة الأم، أو شركة متعددة التخصصات، أو الشركة العالمية، أو الشركة إيش؟ الكونية. إحنا فرقنا بين بحسب إمكانية كل شركة. أنا عندي تقنية طورتها في البلد، تكنولوجيا معينة، سلعة معينة، خلاص أبدأ تصديري مثلا لدول الخليج تصديري مثل ما هو حاصل بالمصنع البسكويت، بدأ كان يصدر ايش؟ البسكويت. لو تلاحظ أنت البسكويت اللي كان يصدره مش مختلف، هذا هو المنتج المرتبط، يكون بنفس التكنولوجيا مختلف، ممكن ينتج شوكولاتة، ممكن أشياء أخرى، بسكويت ميري، ممكن أشياء يعني يكون مرتبط بمنتج ايش؟ الأصل. فهنا تبدأ ايش؟ تصدر إلى بلدان مثلا قريبة مجاورة، استفادت من التكنولوجيا اللي هي ايش؟ والكفاءة الموجودة في البلد، أو إنه وصلت إلى مرحلة الماتشوار النضج. بس خلي بالك، حتى إذا وصلت إلى مرحلة النضج إذا ما عندهاش كفاءة وميزات تنافسية لا يمكن إنه تحقق نجاح على المستوى ايش؟ العالمي. واضح؟ فالبدائل التي هي أمامها ممكن تبدأ ب يعني تطبق استراتيجية الشركة الأم، يعني تصدر بعض الأشياء اللي طورتها في البلد الأم، وهنا يطلق عليها شركة إيش؟ دولية.
أو ممكن تتبع استراتيجية الشركة متعددة التخصصات بأن تفتح لفروع.